السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر التوقعات ابتداء من زوال اليوم إن شاء الله والأيام القادمة بإذن الله. فيتوقع دخول زخات رعدية في نشرة إنذارية قوية بإذن الله، ستؤدي إلى أمطار جد قوية على كيكو وتازا وفاس وخريبكا وخنيفرة بإذن الله، وكذلك ميدلت وبني ملال وكمدن وأوزمز وإمنتانوت مرتفعات الأطلس وتينغير، وكذلك تاورنات بإذن الله، وكذلك تيرودانت بحول الله. أمطار رعدية غزيرة بإذن الله ستؤدي كذلك للجهة الشرقية والدريوش بإذن الله، أمطار جد معتبرة بإذن الله، وأمطار عاصفية في نشرة إنذارية باحتمال هبوب رياح نسبيا قوية. بالنسبة كذلك لتوقعات كما تشاهدون فهناك عواصف رعدية جد قوية بإذن الله مع احتمال كذلك هبوب رياح نسبيا قوية بإذن الله على مرتفعات الأطلس وكذلك صويرة وأسفي وجديدة ومرتفعات الريف بإذن الله. سوف تعرف تساقطات مطرية والأقاليم الجنوبية للمملكة ستكون رياح نسبيا قوية بإذن الله. بالنسبة لتوقعات إن شاء الله يوم الخميس فيحتمل بإذن الله كذلك استمرار الرياح القوية، وبالنسبة للتساقطات الرعدية فيحتمل دخول أمطار رعدية كذلك على الجنوب الشرقي للمملكة على الرشيدية ومرتفعات الأطلس إن شاء الله.